السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلتنا لهذا اليوم كانت لأحد الحصون المنسية في بلادنا، هو حصن عبلة، مديرية يريم، محافظة إب. كانت بالفعل رحلة مثيرة، عدنا منها كالعادة بالكثير من علامات الاستفهام. بدأناها في تمام الساعة 1 ظهرا، واختتمناها في تمام 4 عصرا. 3 ساعات متواصلة قضيناها ما بين تصوير، صعود وهبوط، تساؤلات حول أشياء كنا نشاهدها في طريقنا، تأملات من سفح الحصن ومنتصفه وقمته. حصن عبلة لم أقرأ عنه في كتاب تاريخ أو مجلة أو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يحدثني عنه دكتور جامعي أو أشاهده في فيلم وثائقي. فمثلما حدثني راعي الأغنام عن الغرف المنحوتة في الجبل، حدثني عن حصن عبلة الأخ الأستاذ عبد الله صالح سعد البيهسي، والذي يذهب كعادته للصيد وبحثا عن معالم وآثار هناك. أخذني لزيارة حصن عبلة وهو لا يعلم عنه شيئا سوى الاسم فقط. بدأنا رحلتنا في محيط حصن عبلة من هنا، من هذا المكان، والذي وجدنا فيه أطلال دار قديم، ربما أنه يعود إلى العهد العثماني، يسمى دار الجحلة. بعد ذلك تحركنا جنوبا من دار الجحلة باتجاه الحصن على بعد حوالي 100 متر، فوجدنا على أول طبقة صخرية من سفح الحصن، أو ما نسميه بلهجتنا الدارجة محيب. وجدنا أطلال قرية متكاملة محاطة بالعديد من المدافن وقنوات المياه. محكمة من خارج، مشكلة في الشمس دي.
ركام قرية متكاملة. ترى فيما كانت تستخدم هذه المدافن، هل لحفظ الحبوب أم لجثث الموتى أم لأشياء أخرى؟ مبنيات من تحت بحجار. غريبة، أنا مستغرب لهذا الحفار كلها، ولا هذا حق إيش؟ مدافن حب ولا مدافن؟ هنا ما بين مسافة وأخرى شاهدنا ما يحتمل أنها عظام بشر. لا ندري عظمة إنسان عظمة حيوان. هذا شكلها ركبة. نكمل ما تبقى من رحلتنا إلى حصن عبلة في الجزء الثاني بإذن الله، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نية عالية، وهكذا تحصل الحصن كله.